عن السليكشن تول. اول سليكشن تول ممكن نتعرض ليها هي الريكتانجلر ماركي. الريكتانجلر ماركي اتفقنا ان هي معاها تولز تانية اللي هما الاليبتيكال والسنجل كولوم والسنجل رو ماركي تول. عشان نظهرهم نكليك عليهم فيبانوا او نبدل ما بينهم بالشيفت. اوكي، السليكشن بيشتغل كده ان انت بتكليك في مكان وتبتدي تدراج، ومجرد ما بتكليك وتدراج وتسيب دي بقت السليكشن اريا، دي المنطقه الاكتف بتاعتك. طيب عشان نتاكد فعلا ان دي المنطقه الاكتف بتاعتنا، انا هعمل لها فيلم بال باك جراوند كولر بتاعي او بالفور جراوند كولر بتاعي. اوكي كده انا عملت لها فيل بالفور جراوند كولر، وكده انا عملت لها فيل بالفور جراوند كولر. تمام، طيب انا عايز ارجع في اللي انا عملته ده، ارجع فيه ازاي؟ اوكي، في حاجه هنا عندك اسمها هيستوري، لو رحت عملت كليك عليها هتبين لك اللي انت عملته. زي ما انت ملاحظ انا عملت ريكتانجلر ماركي سيلكشن، وبعد كده عملت فيل، وبعد كده عملت فيل. طيب لو انا رحت على التول على الفيل الاولاني اللي انا عملته هرجعني للون البينك. تمام، ولو انا رحت للريكتانجلر ماركي هيرجعني للسيلكشن، ولو انا رحت للحاله دي هيرجعني لحاله الصفر تاني، الحاله اللي انا فتحت بيها الملف. اوكي، خليك فاكر قائمه الهيستوري، وخليك فاكر ان هي بتلحقنا وبتصلح لنا الغلطات بتاعتنا. الديفولت بتاع قائمه الهيستوري ان هو بيبقى فيها 20 خطوه بس، فانت ممكن تزودهم بعد كده من البريفرنسز وهوريهم لك ازاي. دلوقتي هنرجع للسلكشن تاني، وبدل ما هناخد الماركي تول اللي هي الريكتانجلر ماركي هنبدل وندوس الشيفت ومعاها الام، فهتتغير للاليبتيكال ماركي ونبتدي نعمل سلكشن. تمام، زي ما انت ملاحظ كده ان السلكشن بتاعي الدايره كامله. عارفين دايره كامله ليه؟ لان انا لسه دايس الشيفت. لو بتاخد طول وبتعمل بيها سلكشن وانت دايس الشيفت، بيفترض ان انت عايز تعمل دايره كامله. ولو كانت الطول دي هي الريكتانجلر ماركي، اوكي، وانا دايس الشيفت، اوكي، خليك فاكر علامة البلس دي هنشرحها كمان شوية. لو أنا عامل شيفت مع الريكتانجلر ماركي هفترض إن أنا بعمل إيه؟ مربع. أوكي؟ لو أنا عملت سيلكشن وعايز أرجع في السيلكشن بتاعي ممكن أدوس كنترول ودي. أوكي؟ بمجرد ما برجع في السيلكشن بيخفيه. طيب أنا قلت لك فكرني بحكاية البلس اللي ظهرت جنب البلس الرئيسيه اللي احنا بنشتغل بيها. طيب تعالوا نعمل سيلكشن الاول. انا عملت سيلكشن اهو، وبعد كده هدوس الشيفت مع تاني، ادي علامه البلس ظهرت. علامه البلس دي معناها ان انا بمجرد ما بكليك في مكان وابتدي ادراج انا بزود السيلكشن اريا بتاعتي بالسيلكشن الجديد. لو دوست الت مع السلكشن وانت واخده لسه هتحول علامه للماينس، ادي الماينس بينتقص المساحه، وزي ما انت شايف السلكشن بتاعي اتقسم نصين، وكده كمان هيتقسم ثلاثة، وكده هيتقسم أربعة. يبقى انا عندي اريا كذا اريا انا هعمل لهم سلكشن من غير ما اختار ان انا اعمل لهم سلكشن واحد ورا الثاني. اوكي، لو انا عايز اموف التول بتاعتي او اروتيت التول بتاعتي او اتشينج التول، تمام، هرجع للشيفت تاني هغير لي الحاله للبلس. تمام، لو خدت مع الشيفت ام هو هيغير التول تاني، فابتدي اعمل سيلكشن بالريكتانجلر بالاليبتيكال ماركي تول. تمام، وابتدي اكمل السلكشن بتاعي. طيب احنا اتكلمنا عن الشيفت واتكلمنا عن الالت، طب ممكن نتكلم بقى عن الالت والشيفت مع بعض؟ الت وشيفت مع بعض بيديك الحاله الرابعه
او الاوبشن الرابع اللي هو موجود هنا اللي هو اسمه انترسكشن. الانترسكشن بيقول لي ايه؟ الانترسكشن بيقول لي اي مساحه انت هتعمل فيها سيلكشن هاخدها، واللي بره السيلكشن هرميه، هشيل صبعي من على الالت والشيفت مع بعض اوكي، وهشيل صبعي من على الماوس اوكي. ده اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ان كل المساحات اللي كانت بره الاليبتيكال او بره الشكل البيضاوي اللي انا عملت له سيلكشن كلهم اختفوا، وما فضل ليش غير اللي انا عملت له سيلكشن. يبقى كده احنا عملنا غيرنا التولز، عملنا غيرنا التول بالشيفت، وغيرنا اتجاه التول، يعني وظيفه التول نفسها عن طريق الشيفت والالت، وشفنا الحالات بتاعتهم، وشفنا ممكن نعمل لهم الزياده والنقص ازاي. اوكي، دورك دلوقتي ان انت تبتدي تعمل الكلام ده. اشوفك الدرس الجاي.